بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. ما أكثر أحداث اليوم؟ أحداث كثيرة متنوعة تأتي من اتجاهات مختلفة ومتضاربة. الحدث الأول اجتماع للمجلس العسكري مع الفعاليات السياسية وشبه اتفاق على طريقة تأسيس الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، الاتفاق على نسب المشاركة في هذه الهيئة التأسيسية. الخبر الثاني مؤتمر صحفي مهم لسيادة المستشار الزن الذي أعلن فيه بشكل واضح رفضه تماما لأي تهجم أو تطاول على أحكام القضاء، وأيضا اعتراضه على الموقف الذي قام به بعض أعضاء البرلمان ضد بعض القضاء والتعقيب على الأحكام الأخيرة. وبالتأكيد هذا الموضوع يشمل الحكم في قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه. من ناحية أخرى هناك الكثير من المشاحنات والبرقيات والخطابات والمكاتبات للنائب العام بخصوص الحالة الصحية المتردية للرئيس السابق محمد حسني مبارك الموجود في مستشفى مزرعة ترى. أيضا هناك معلومات مهمة سوف نزحها حول هذا الموضوع عند تفصيلات هذا الخبر. أيضا هذه الليلة، ليلة الخميس الجمعة، يتم التحضير على قدم وساق في القاهرة وكافة المدن الكبرى لمليونية تعرف باسم مليونية الإصرار من أجل استمرار التصعيد ضد عدة أمور، هي تطبيق قانون العزل السياسي، إعادة النظر في نتائج الانتخابات السابقة، وأيضا المجلس الرئاسي المدني الذي كان في صدر الاهتمامات ثم تم الاتفاق على جعله مطلبا احتياطيا وليس مطلبا رئيسيا في حالات التفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين. غموض، توتر، شد وجذب بين كافة القوى السياسية. لا أحد يعرف بالضبط لأين ستذهب الأمور، خاصة أنه يوم 14 سوف تقول المحكمة الدستورية كلمتها، إما بالتأجيل إما بأن تقضي بأحكامها الخاصة بموضوع دستورية البرلمان المصري، سواء بناء على نظام الانتخابات الذي تم والموقف الذي تسرب عن هيئة مفوض الدولة الذي يتحدث عن عدم دستورية تغول الأحزاب على حقوق المستقلين. أيضا هناك قضية أخرى لها علاقة بقانون العزل السياسي، هل هو دستوري أم لا؟ فإذا كان دستوريا أصبحت معركة الرئاسة يجب أن ترجع إلى معركة أو إلى حالة الصفر منذ البداية، وإذا لم يكن دستوريا فإن معركة الرئاسة سوف تبدأ بعد 48 ساعة بين الدكتور مرسي والفريق شفيق. بالحديث عن الدكتور مرسي، احنا اعلنا لحضراتكم ان النهاردة في حديث معه، وان شاء الله حيكون الحديث معه بعد استعراض المستجدات، اي بعد حوالي نصف ساعة من الان، زادت او قلت باذن الله. نبتدي نشوف ما هي الاحداث وما هي التطورات. الاول نبتدي نشوف
كلمة المستشار الزند اليوم التي كانت بداية معركة لا أحد يعرف إلى أين ستذهب بين السلطتين القضائية والتشريعية. فلنذهب إلى تقرير المستشار الزند. طيب لسه ما جلناش التقرير، إلى أن يأتي هذا التقرير نقدر نقول أنه المستشار الزند اللي احنا بنحاول نتصل بيه دلوقتي على التليفون نقدر نعرف منه بالضبط إلى أين ستذهب هذه المعركة. لمن لا يعرف ما هو حادث، في ثلاث سلطات في البلد، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية. ودائما المبدأ في الدساتير المحترمة هو الفصل بين السلطات، وبيكون دور الرئيس في كثير من الأمور وفي كثير من الأنظمة الحرص على الفصل بين هذه السلطات حتى لا تتغول أحدها على الأخرى. هنا نحاول نشوف ماذا يمكن أن يحدث في إذا ما حدث نوع من المشحنة أو التوتر ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية بمعنى البرلمان، والسلطة القضائية بمعنى هيئة القضاء العظيمة التي نعيش فيها. هذا البرلمان هو أول برلمان يتم انتخابه بشكل شرعي وبشكل نزيه وبشكل سليم، لا أحد شكك في نتائجه وفي سلامة صندوقه الانتخابي. وجهة نظر أعضاء البرلمان اللي هم بيتكونوا من أكثرية هي من جماعة الإخوان المسلمين وأغلبية تصل إلى 72% من التيارات الإسلامية، أن نحن برلمان شرعي اختير بشكل ديمقراطي، الآن أصبح من حقنا أن احنا نمارس دورنا. فإذا ما أصدرنا تشريعات أو قوانين تقوم على صحيح القانون ولم نخالف بها القانون فأصبح لابد لها أن يكون لها احترام. أيضا في نفس الوقت لا نستطيع أن نقف ونحن نقول أننا برلمان الثورة موقف المشاهد مما نعتقد أنه فيه ضياع لحقوق الشهداء، لأنه الأحكام كما رآها بعض أعضاء البرلمان من الممكن أن يكون فيها ضياع لحقوق الشهداء. وجهة النظر المضادة تقول أنه لا يجوز لكائنا من كان أن يعقب على أحكام القضاء، وإذا كان هناك أي طرف هو متضرر فهذا المتضرر عليه أن يطعن أمام محكمة. فإذا ما طعن أمام هذه المحكمة، للمحكمة ذات الصلة في هذا الموضوع، هي التي تقضي بهذا التضرر، سواء إذا كان المتضرر هذا من النيابة أو إذا كان من المتهمين التي وقعت عليهم الأحكام. لكن لا نستطيع نحن كهيئة قضائية أن نقدم أحكاما حسب الطلب، إحنا ما بنعملش أحكام حسب بناء على رغبة الجماهير. وجهة النظر المضادة في هذا الموضوع حتى نكون متوازنين تقول كيف يمكن بعد كل هذا الوقت الذي استغرق فيه الأحكام والوثائق حوالي 60,000 وثيقة، 250 ساعة موجودة، عشرات المرافعات التي قدمت في هذا المجال، ثم وبعد مرور حوالي يمكن 12 شهرا في هذا الموضوع ينتهي الموضوع ويقول بنا المآل إلى أننا حتى الآن لم نحدد من هو المتهم. وجهة النظر المضادة تقول أنه في الآخر القاضي هو قاضي دلائل وقناعات، ففي نهاية الأمر هو لا يحكم حسب هواه، ولكن هو يستحضر روح الله سبحانه وتعالى وضميره كقاضي وصحيح القانون، وينظر في الأوراق اللي هي أمامه، ينظر في ما يقول الدفاع وما تقوله النيابة وما تقوله شهود الإثبات أو النافي، ما متوفر لديه من الأدلة المادية الموجودة سواء إذا كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة
أي دلائل موجودة لديه، ثم بعد أن يعني يتمحص كل هذا الموضوع يخلو إلى نفسه ويستحضر يعني فكرة العدالة العمياء التي لا تنظر ذات اليمين أو الشمال أو تستجيب لأي ضغوط، ويحكم بما يعتقد أنه من قناعاته بناء على ما هو متوفر لديه. أنا معي على الهاتف الآن سيادة المستشار أحمد الزند، الذي اليوم أدلى بمجموعة من التصريحات كانت بالغة الأهمية وكان لها تأثيرات مهمة جدا. سيادة المستشار مساء الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا عماد بيه، وأهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أنا شرف لي أن أنا أكون مع حضرتك النهاردة. لو تسمح لي أنك تقدر تلخص لمن لم يتابع تصريحاتك اليوم أهم النقاط، لأنه لن يكون أفضل منك أو غيرك أنك أنت تقدر تشرح لنا أهم النقاط التي تريد أن توصلها للرأي العام فيما صرحت به اليوم. أولا أنا بشكر حضرتك وأن تتيح لي هذه الفرصة أو أن تتاح لي هذه الفرصة للحديث مع قامة إعلامية كبيرة. شكرا. قامة إعلامية وطنية تقدر رسالة الإعلام الذي يبني ولا يهدم، وده مصدر سعادة لي ويمكن لكثير ممن يتحدثون مع الأستاذ عماد أديب. أنا شاكر لحضرتك أولا. يعني هذا أولا. شكرا لسيادتك فندم. فيما يتعلق بما أدليت به من تصريحات اليوم، قبل ما أقول التصريحات أقول سببها حتى تكتمل الصورة في ذهن المشاهد وتبقى الجملة الخبرية اكتملت أركانها. احنا تعرضنا بعد صدور الحكم الذي صدر بحق رئيس الجمهورية السابق وأنجاله ووزير داخليته ومعاونيه إلى هجمة شرسة ومنظمة طالت فيها كل مقدساتنا، طالت فيها كرامتنا، طالت زمامنا، طالت شرف القضاء المصري، طالت تاريخه المجيد بكلمات غير مسؤولة وغير مسبوقة. وإذا كانت هذه الكلمات غير المسؤولة وغير المسبوقة صدرت في شارع أو في ميدان أو في حارة أو في قهوة، يمكن أن نقول أنه يعني لا ينبغي أن نعول عليها كثيرا، لانه الشعار الذي يرفع كلما تمسكت به خيمه يقول لك يا استاذ احنا بثوره، وكان الثوره قد اتت عماد بيه لتهدم كل اخلاقنا وكل مقدساتنا وكل ثوابتنا. والذي اعلمه وتعلمه ويعلمه الشعب ان الثوره قد قامت لغير هذا، قامت لاعلاء القيم، لارساء سياده القانون واستقلال القضاء، لاقامه الدوله القانونيه بمعناها الكامل الشامل. لكن قدرنا أن نعيش هذا الزمن وأن نسمع هذا الكلام. المؤسف في الأمر أن هذا الكلام انطلق تحت قبة البرلمان، هؤلاء الناس الذين اختارهم الشعب والذين جاءت بهم انتخابات حرة نزيهة عانى فيها قضاء مصر ما عانى. أنا سقط منا شهداء في الانتخابات أعمال دي، أيوة. وخر منا كثير من المرضى الذين لا زالوا في المستشفيات، وإذا أردت سيادتك إن أنا أقول لحضرتك على أسمائهم أقولهم. ده أنا متأكد من 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 مصداقية كلام حضرتك يا فندم. مما عانوه أثناء الانتخابات البرلمانية بغرفتيها. إذا بهذا الذي حدث يحدث زلزالا بقوة 10 ريختر في كيان القضاء المصري. من الذي يسبنا؟ أعضاء البرلمان. من الذي يهيننا؟ أعضاء البرلمان. الله يا سيدي، أنت سلطة وأنا سلطة، أنت تظن أنك تحكم العالم، أنت لا تحكم العالم، وأنت لا تراقب السلطة القضائية. إذا كنت تعلم مهمتك الحقيقية يا سيادة النائب أنت تراقب السلطة التنفيذية، وحتى وأنت تراقب السلطة التنفيذية فالأدب في الخطاب مطلوب، والنائب تتعلم منه الأمة أثناء ممارساته. حديث السب والطعن واللعن والتجريح ليس من أخلاق المسلمين وليس من أخلاق المسيحيين وليس من أخلاق أهل أي كتاب. فالحقيقة القضاء القدر اللي فيه صار يغلي
حتى أوشك على الثوران بل أوشك على الانفجار. قلنا أن هذا يمكن أن يكون في يوم النطق بالحكم بعده يهدأ. قررنا اليوم الثاني قلنا لعل الأمور تهدأ، لعل العقول والنفوس تثوب إلى رشدها. إذا بنا نكتشف أن المسألة تتصاعد وأن هناك مخطط للاتجار بهذا الحكم والاتجار بالطعن في القضاء وتجريحه لمكاسب سياسية. طيب سيادة المستشار، تسمح لي علشان نحاول نطرح وجهة النظر الأخرى. ممكن يكون هناك من يحاول استثمار ذلك سياسيا، وده حضرتك رديت فيه، لكن أنا بحاول أنقل لحضرتك يمكن تكون هناك وجهة نظر أخرى هي بالتأكيد موجودة. مثلا لو أم شهيد، لو صديق شهيد، رفيق شهيد، مناصر لشهيد، لواحد من جرحى الثورة، من فقدوا أعينهم، من أصيبوا بعاهات مستديمة، من هو كان يرى أنه ما حدث في العهد السابق أو في موقعة الجمل أو في قتل المتظاهرين هو جريمة مروعة لابد أن يكون فيها نوع من القصاص. دول بالتأكيد ما نقدرش نصنفهم مع نفس حالة الاستثمار السياسي للحدث، يعني هناك أيضا مشاعر والناس ينظرون للقضاء على أن هو ده المخلص العادل الذي سيحكم لهم ويعيد لهم حقوقهم ويوجه إصبع الاتهام نحو المتهم ويأتي به ويحاكمه محاكمة عادلة. فماذا تقول لهؤلاء يا فندم؟ أقول لهؤلاء يا عماد بيه نحن معهم، نحن نقدر مشاعرهم، نحن نحزن لحزنهم ونتألم لألمهم ونتحمل منهم أي رد فعل، لأنه لو واحد عنده طفل رضيع عمره يوم أخده يحزن عليه، فما بالنا والذين فقدوا والذين استشهدوا هم شباب غط في ريعان شبابهم. إذا كان الأمر متعلقا بالأهل والأصدقاء بالسكالى والأرامل واليتامى فكل شيء نغتفره له. وعلى فكرة يا عماد بيه نحن دربنا ونعيش هذه المواقف في المحاكم طول عمرنا. يعني حضرتك بتحكم على حد بالإعدام أهله يتفوهوا ببعض كلمات نحن لا نتوقف أمامها طويلا لأنه دي مشاعر إنسانية والقاضي لابد أن يستوعب هذا. إنما دعني يا سيدي أولا أعزي هؤلاء وأشاطرهم الألم وأشاركهم كل مشاعر الحزن وأقدر رد فعلهم ولا أثني عليه إلا بقولي غفر الله للشهداء وغفر الله لذويهم ورزقهم الصبر والسلوان وشفى المرضى لأنهم كلهم مصريون يا رب. لكن عايز أخد سعادتك لحته ثانيه. اتفضل. لو حضرتك تابعت المشهد الاولي للنطق بالحكم انا رايت بام عين بعض النساء تزغرد وما هؤلاء بمؤيد الرئيس او اسفني يا ريس بل كانوا في الجانب الذي فيه اباء وامهات واصدقاء الشهداء والبعض سجد لله شكرا وكان الحكم يبدو مرضيا لهم. تحولت الصوره الى النقيض يا عماد بيه بعد أن حدث بالمحكمة ما حدث من أشياء لا تراها في أشد الدول تخلفا ولا يمكن أن تصدر من رجال يعملون بالقانون ويعلمون أن الحكم وإن كان نهائيا إلا أنه ليس باتا وهناك جولة أخرى. طيب في محكمة النظر ممكن حضرتك تشرح بقى للناس ايه بشكل بسيط خالص، يعني بعيدا حتى عن عمق المستشار الفقيه القانوني في هذا الموضوع، ايه هي يعني ايه النقد، يعني ايه أهمية النقد وفرصة اخرى متاحة لكافة الاطراف ان يتم محاكمة الحكم ومرة اخرى يتشاف فيه اذا كانت هناك ثغرات او اذا كانت هناك ما يستدعي الى فتح القضية مرة اخرى. نعم،
كل متهم حكم عليه، وكل مدعين بالحق المدني حكم ضدهم أو حكم بما لم يرتضونه، يعني يمكن أن يكون قد صدر حكم لا يشفي غليلهم مثل هذه القضية. وللنيابة العامة أطراف ثلاث حق الطعن في الحكم خلال 60 يوم من صدوره. ومحكمة النصر لها عدة خيارات، الخيار الأول أن تنقض الحكم فيعاد أو تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت، فنبدأ محكمة جديدة بكل معانيه. نعم. ولها أن ترفض الطعن. نعم. فيصير الحكم باتا، يعني نهائي وبات المرة دي بتأييده في النقض. لا، هناك فرق بين النهائي والبات. النهائي والبات في الدرجة الأولى كان نهائي لكن ما كانش بات. نعم. لا يصير باتا إلا بالطعن عليه وصدور حكم من محكمة النصر. أيوة فهم. أو بعدم الطعن عليه. مظبوط. وفوات الميعاد. إذن القضية يا عماد بيه ستفتح من جديد. وإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد فاتها شيء أو خرجت تخريجا لا يتسم بصحيح القانون أو لا يعني ينطبق مع صحيح القانون أو حسب ما توفر إليها من دلائل أو حسب ما توفر إليها من دلائل في ذلك الوقت يبقى الفرصة متاحة مرة أخرى أمام الجميع في مرحلة إعادة المحاكمة، بل أنه المحاكمة مش تتعاد مرة واحدة بس، قد تعاد المحاكمة وينقض الحكم بعد نقض الحكم، ثم لا يعجب الحكم أطرافه فيطعنون عليه مرة أخرى بالنقض. طيب سيدي عندي سؤال أخير لحضرتك. طيب. يجلي الموضوع كله، هل في مثل هذه القضية يمكن أن يتخيل أن حد في مكانة المستشار أحمد رفعت ذلك القاضي الجليل أن حد يرفع عليه السماعة من أي جهة تنفيذية ويكلمه في أي نقطة لا علاقة بالأحكام؟ هل يمكن التأثير على المحكمة؟ هل هذا ممكن أن يتصور؟ وحضرتك بوصفك في هذه المكانة كرئيس نادي القضاء وبتاريخك المحترم عايز منك شهادة نحسم بها هذا الموضوع. طيب أقسم لك بالله العظيم، أقسم لك بالله العظيم سادقة. أقسم لك بالله العظيم قسما تحتز له السماوات والأرض أن أحدا في مصر سواء من السلطة التنفيذية أو غيرها بمستطيع أن يتحدث مع أصغر قاضي في مصر في قضية بين يديه حتى لو كانت مخالفة أو جنحة مرور، وأن القاضي الذي يفعل معه هذا إن افترضنا أن هذا يمكن أن يحدث ينتفض ويزأر كالأسد ويتقدم بمذكرة في حق من حدثه ليعمل صحيح القانون لتطبيق عقوبة السعي أو التوسط لدى قاضي، فما بالنا بشيخ من شيوخ القضاء يختتم حياته. هذا الرجل الذي يشكك فيه هو الذي حكم لأحبائنا في جماعة الإخوان المسلمين فيما يسمى بقضية القطبيين بالبراءة، وكم حكم بالإدانة وكم حكم بالبراءة. وأنا قلت ألو أيوة فندم حضرتك، وأنا قلت في أحد البرامج التلفزيونية قبل الحكم بثلاث أو أربعة أيام أن القاضي لن يحكم إلا بما وقر في وجدانه وضميره وبما يرضي الله كما يعتقد، وليس معنى هذا أن أي حكم مبرأ من الخطأ، القاضي بشر والبشر يجوز عليهم الخطأ وكل يؤخذ منه ويرد إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم. يمكن أن تكون الدائرة من ثلاثة من أكبر رجال القضاء وتخطئ، ويمكن أن تكون غير ذلك ولا تخطئ. نعم. الأمر هنا
ليس قدرا يجري على العباد في القسمة والسوية، وإنما هي ظروف الدعوة كما فهمها القاضي. طيب. وكما حصلها سيادة المستشار وكما استنبط أدلتها. تمام. فأطمئنك وأطمئن السادة المشاهدين. أنا, 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 أنا سعيد جدا بهذا التصريح، يعني الواضح الصريح الذي لا تشوبه أي شائبة، وتسمح لي أن احنا تتاح لنا فرصة بشكل مطول وتكون يعني ضيفنا هنا حتى نستطيع أن نشرح للرأي العام أكثر وأكثر أنا تحت أمرك هذه الأمور، لأن احنا داخلين على مرحلة لابد فيها من المحافظة على يعني سمعة قضائنا العظيم ونزاهته، وألا يقترب منه أي إنسان، لأنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء ولابد من احترام. شكرا سيد. شكرا عمال بي. شكرا فندم. أيضا في قضية مهمة جدا أرجو أن احنا ننتبه ليها قبل أن نبدأ في المناقشات الأخرى ونصل إلى حوارنا مع المرشح المحترم الدكتور مرسي، هي قضية صحة الرئيس السابق حسني مبارك. لو تسمحوا لي ده يكون بعد الاستراحة الإعلانية، تابعونا بعد الاستراحة على الهواء مباشرة. هذه الحلقة مميزة وفيها الكثير من الأخبار والأمور المهمة، أرجوكم تابعونا بعد الاستراحة. Thank you.